طيب احنا في بدايه الاسبوع بنحب دايما نطمن على حاله الطقس، وهتكون معانا دلوقتي دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه عشان نعرف تفاصيل اكتر. دكتور منار بونجور على حضرتك. بونجور استاذ عوند واستاذ كريم وكل الساده المشاهدين، اهلا بك. اهلا بحضرتك. وبدايه كده شفنا طبعا درجات الحراره، لكن حابين نعرف تفاصيل اكتر عن هذا الاسبوع، لو في اي برضه مفاجات احنا مش عارفين، لو في اي ارتفاع في درجات الحراره مره ثانيه هتتعاد هذا الاسبوع، اتفضلي يا فندم. هو احنا طبعا يمكن احنا بنشهد استقرار في الاحوال الجويه خلال الايام الماضيه، وده اللي متوقع يكمل معانا ان شاء الله على مدار هذا الاسبوع. استقرار في الاحوال الجويه بنتاثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار. متوسط درجات الحراره على القاهره الكبرى ما بين 23 وال 22 درجه مئويه، يعني هنحس بالطقس في فترات الصباح الباكر اجواء مائله للبروده، مع دخول ساعات النهار وسطوع اشعه الشمس هنحس بالدفء والاعتدال الكامل في الاحوال الجويه، خاصه في المناطق الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد. اجواء لطيفه على محافظات الجنوب الموجوده في السواحل الشماليه للبلاد، اما المناطق الجنوبيه فالاجواء بتكون عليها حاره خلال فترات النهار. مع الغياب التام لاشعه الشمس ودخول فترات الليل هنحس بالانخفاض الملحوظ في درجات الحراره، وخاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، الصغرى خلال فترات الليل بتوصل ل 14 و15 درجه مئويه على القاهره الكبرى، اجواء مائله للبروده على كافه انحاء الجمهوريه. بالاضافه كمان مع الاستقرار في الاحوال الجويه بتكون الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير هو تكون الشبوره المائيه صباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المساحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه، فمهم جدا ناخد بالنا من تكون الشبوره المائيه خلال الايام القادمه. فرص الامطار هتنحصر فقط في مناطق محدوده من السواحل الشماليه للبلاد، لكن هي غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، ونسبه الحدوث ستتجاوز 30%. فاحنا الاسبوع ده ان شاء الله استقرار تام في الاحوال الجويه، مفيش منه قلق في اي ظواهر جويه. طيب انا عندي بس استفسار، احنا طبعا لسه فصل الشتاء لم يبدا بعد، وعايزين نعرف الحاجه، تقريبا هيبقى يوم 22 لو انا حسب مذاكرتنا ايام المدرسه، يعني صح كده؟ فصل 21 ديسمبر تقريبا، حاجه كده 22 حاجه كده. هل هيبقى في بقى شتاء؟ يعني خليني اقول لحضرتك برضو، لان هذا او يعني بقى لنا كذا سنه كده فصل الخريف، وتحديدا لو هتكلم عن هذه السنه او هذا الموسم، لا في حاجه غلط برضو، مش ده الخريف. الخريف في ايام بننزل الصبح جو حر جدا، يعني هل فصل الشتاء برضو، ده سؤالي لحضرتك، هيشهد برضو اختلاف في درجات الحراره بهذا الشكل؟ يعني مش هيبقى في الشتاء اللي احنا نعرفه من 10 سنين مثلا؟ خلينا نعرف من حضرتك. خلينا نقول ان السمه الاساسيه في الخريف هو بالفعل التقلب في درجات الحراره، خاصه فترات النهار، يعني احنا فترات النهار في الخريف دايما بنحس بالارتفاع او بالدفء فترات النهار مع سطوع اشعه الشمس، لكن التباين في درجات الحراره بيحصل فترات الليل، فدي سمه اساسيه في فصل الخريف. لكن ان شاء الله فصل الشتاء احنا ما نقدرش نربط الفصول ببعضها، يعني ما نقدرش نقيم فصل عن طريق فصل ثاني. فصل الشتاء هيبقى مختص نفسه انخفاض درجات الحراره طبعا زي ما احنا متعودين في كل شتاء، فرص الامطار طبعا اكيد في بعض الايام في فصل الشتاء هنشهد استقرار في الاحوال الجويه، ممكن يبقى في سطوع لاشعه الشمس فنحس بالدفء فترات النهار، فمش كل ايام فصل الشتاء اكيد هتبقى بروده شديده، لكن طبعا هيكون درجات الحراره يعني الى الان حول المعدلات من خلال التنبؤات الفصليه، درجات الحراره هتكون في فصل الشتاء القادم ان شاء الله حول المعدلات الشتويه اللي احنا معتادين عليها، مع برضه وجود فرص الامطار. احنا متوقع ان شاء الله فصل الشتاء يبتدي رسميا 21 شتاء. رائع جدا. اي استفسار عن الشتاء؟ انا زي الفل، انا بالنسبه لي زي الفل. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر. شكرا دكتور منار لحضرتك. طيب احنا هنطلع فاصل سريع جدا ونرجع بعديها نكمل كلامنا، خليكم معانا.